انفي ازاي؟ النفي دايما ليه كام شكل كده في النفي؟ لما عاوز انفي فعل ماضي يا اما استخدم ديدنت يا ساعات نيفر يا ساعات وازنت او ورنت. امتى اقول ديدنت؟ لو هجيب وراها مصدر. امتى نيفر؟ لو هسيب الفعل ماضي زي ما هو. امتى اقول وازنت او ورنت؟ لو اصلا مفيش فعل في الجمله. I wasn't at home. I wasn't eating. I wasn't playing. I wasn't happy. I wasn't nervous. يبقى wasn't or weren't.